هذه اللحظات نسير ونعود بحضراتكم إلى ما دار من منافسة مع ملخص انطلاقات هذا السباق وتحديات هذا اليوم. بدينا من البداية مشاهدينا الكرام، وكانت البداية للمتحدي سالم بن سعيد بن منانة الذي أثبت مع هذه البداية ظهور الأسماء العملاقة مرة أخرى في انطلاقات المرموم، وكانت الشاهينية على موعد في المركز الأول وفي الشوط الأول الرئيسي الحساس الخاص بالأبكار المحليات الأصائل بسبع دقائق 48 ثانية وثلاثا من الأجزاء من الثانية كانت صاحبة الشوط الأول الرئيسي في انطلاقات صباح هذا اليوم، بينما واصل هذا الشعار التألق في انطلاقات هذا اليوم. ومشوارنا للشوط الثاني مشاهدينا الكرام، وكانت الحاضرة هنا بلشة لتسجل أفضل توقيت صباحي في هذا اليوم يحمل لنا شعار المتحدي سالم بن سعيد بن منانة في انطلاقات اليوم وانطلاقات المرموم. وها هي بلشة أمام حضراتكم بسجلها الذهبي وسجل المليء بالإنجازات لتأدي وتأدي الدور المميز بسبع دقائق 42 ثانية وستة من الأجزاء من الثانية. تانينا والناموس للمرة الثانية على التوالي لهالي زعبيل على هذا الفوز وهذا الانتصار. أما شوطنا الثالث مشاهدينا الكرام كان الواعي حاضرا من العين، وشعار الصمود يعود مجددا في انطلاقات اليوم بالفوز والانتصار بسبع دقائق وخمسين ثانية وتسعا من الأجزاء من الثانية ليأتي مظفر بن محمد بن العضيلي العامري ليضيف إنجاز إلى إنجازاته ومشاركاته القوية على أرضية ميدان المرموم ليحل في نتائج مميزة والانطلاقات المثيرة. أما الشوط الرابع مشاهدينا الكرام أتى مستحيل للمتمرد سالم بن راشد بن رقراقي المزروع ليؤدي أداء التحدي وأداء المنافسة القوية ليهديها لي المرموم الفوز والانتصار في مشاركات هذا اليوم، وكان مستحيل حاضرا بالتحديات الكبيرة والتحديات الجميلة. إذن المتمرد يعود سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي في الجولة الأولى الرئيسية ويحقق الانتصار مع الجعدان المهجنات الأصائل بسبع دقائق خمسين ثانية وجزء واحد من الثانية. أما الجولة الثانية مشاهدينا الكرام والذي شاهدت البداية وشاهدت شوطنا الخامس مع الأبكار المحلية الأصائل وشهدت هذا التألق والتحدي من هملولة والتي سارت بمسار التحديات والانتقالات لتهدي المنصوري وهالي الوثبة الفوز والانتصار لسالم بن سيف الخصواني المنصوري بسبع دقائق وستة واربعين ثانية وستة من الأجزاء من الثانية. كانت حاضرة بكل قوة وبكل أداء جميل هذه السلالة المعروفة في ميادين السباق لتهدي هالي الوثبة الفوز والانتصار، بينما مهابة من حلت في الشوط السادس في المركز الأول ليعود شعار بن منانة من جديد مشاهدينا الكرام ويحقق الانتصار ويحقق الفوز لمحمد بن سعيد بن منانة في انطلاقات هذا الصباح بسبع دقائق خمسين ثانية بالوفاء والتمام لتضيف ثالث إنجازات هذا الشعار في هذا الصباح بمشاركة قوية مع نيل الفوز والانتصار وإهداء التحديات إلى أهالي زعبيل. أما شوطنا السابع أيها الحبل الكريم كان الواعي حاضرا هنا الواعي مشاهدينا الكرام حاضرا في شوطنا السابع من ناصر بن سيف بن عفرة المطيوعي بسبع دقائق واحد وخمسين ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. كان حاضرا بالأداء والنتيجة وحاضرا بهذه المنافسات القوية ليهديها للفقع الفوز والانتصار والناموس. أما الشوط الثامن مشاهدينا الكرام والذي سار لهالي العوير بالناموس والتحية الصباحية الزعفرانية مع وجود شاهين لعلي بن خليفة بن مفرح بن بليشة هو من أدى هذا الأداء المميز وهذا الأداء الجميل والذي حمل عنوان التحديات وحمل عنوان المنافسات لهالي العوير بسبع دقائق خمسين ثانية وجزئين من الثانية. والشوط التاسع مشاهدينا الكرام مع الجولة الثالثة بدأت تحديات أخرى ومزاج آخر جديد تحمل لنا مزاج لحمدان بن حمد بن راشد بن غدير أتت مزاج مشاهدين الكرام لتهدي أهالي مرغم التحية والفوز والانتصار في هذا الشوط التاسع، وكانت حاضرة بتوقيت الزمني المميز يعتبر ثاني أفضل توقيت في الانطلاقات الصباحية بسبع دقائق واثنين واربعين ثانية وتسعة من الأجزاء من الثانية. كانت حاضرة بكل قوة وبكل أداء جميل. أما مذهلة في شوط المهجنات الأصائل والشوط العاشر كانت حاضرة مع الموعد لهالي هيلي وهالي الخليف لسالم بن مطر بن حادة الاجتبي لتتقدم في انطلاقاتها وتحدياتها وتشكل نقطة الخطر ونقطة التحدي المميزة لهذا الشعار شعار بن حادة بسبع دقائق وستة واربعين ثانية وستة من الأجزاء من الثانية. كانت الحاضرة وبكل قوة وأذهلت كل الأخوة المتابعين من خلال أدائها الجميل. أما الشوط الحادي عشر مشاهدين الكرام ما كان ما يخاف هنا في هذه الانطلاقة وهذه التحديات ليديها للسلطنة التحية والناموس والانتصار لسالم بن فايل بن خريبيش
العويسي مشاهدينا الكرام، ليأتي من السلطنة من جعلان بني أبو علي، ويأتي في هذه الانطلاقات بسبع دقائق 49 ثانية ستة من الأجزاء من الثانية، ويحقق انتصار هنا في أرضية هذا الميدان. أما الشوط الثاني عشر كان كاسترو في الانطلاقة والتحديات وذ الشكل الفريد، وهذه الانتقالة وهذه الأسماء المميزة ليأتي بالرشيد مجددا في انطلاقة هذا اليوم ليسجل هذه النقطة مع وجود هذا النوع الفريد، ويأتي كاسترو بالفوز والانتصار بسبع دقائق 50 ثانية وجزء وحيدا من الثانية مع شوط المهجنات الأصائل ليحقق الانتصار في إبداع جميل وإبداع مميز. أما الشوط الثالث عشر مشاهدين الكرام والذي حضر مع الأبكار المحليات الأصائل، حضرت مياسة لعتيبة بن سالم النايلي لتضيف هذا الإنجاز إلى سجلاتها الذهبية وهذه الخزينة المليئة بالتحديات المميزة. تأتي مياسة لتضيف هذا الإنجاز لعتيبة بن سالم النايلي وتهدي هالي العين والفوز والانتصار، وهالي البصرة كذلك أجمل تحية وناموس بسبع دقائق 51 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية كان توقيتها الحاضر مع شوط المحليات الأصائل، بينما شوط الختام وشوط المهجنات الأصائل كانت مسيرة هنا لتهدي هالي العين وهالي زاخر التحية والناموس والانتصار لسيف بن سعيد بن دري الفلاحي بسبع دقائق 49 ثانية خمسا من الأجزاء من الثانية، كانت تأخر المنطلقين مشاهدين الكرام لتفوز بانطلاقة الختام بكل قوة وبكل تميز وبكل تحدي. تهانينا وناموس إلى الجريء سيف بن سعيد بن دري الفلاحي. هكذا مشاهدينا الكرام انتهى ملخصنا لانطلاقات سباق الصباح، لنا في المساء إن شاء الله لقاء في الساعة الثانية بعد ظهر هذا اليوم. التحية تأتيكم من خلال الانطلاقات من استاد تيسير شنابلة، نلقاكم في المساء، إلى اللقاء.